طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وفي حالة من الفرحة عامت محافظة البحيرة، وانتشر كمان صداها على السوشيال ميديا بعد حصول الطالبة علا رفعت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بالبحيرة. الملفت كمان في تصريحات الطالبة أنها ابنة عامل نظافة، وأنها بتقرر تحويل مسار دراستها من خلال دخول التمريض نظرا لظروف والدها المادية. معنا دلوقتي على التليفون الطالبة علا رفعت الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة. صباح الخير عليك يا علا، وألف ألف مبروك يعني التفوق والمركز الأول. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي، صباح الخير عليك. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. طيب قولي بقى يا علا، يعني كنت متوقعه ان انت تطلعي الاولى على مستوى المحافظه؟ والله يعني ما كانش في دماغي، انا كنت كل اللي انا عايزاه من ربنا ان انا اطلع الاولى على مدرستي واجيب مجموع كويس يعني عشان افرح اهلي وكده. ما شاء الله عليك، والله انت فرحتي وفرحتي اهلك، وزي ما كانت جمانة بتقول المحافظه كلها فرحت. احنا كمان كنا فرحانين لما لقينا في استجابه لمساعدتك عشان تكملي مراحلك التعليميه. لكن عايزين نتكلم عن دراستك، كانت عامله ازاي؟ يومك الدراسي كان بيبقى عامل ازاي؟ بتذاكري امتى؟ والله انا كنت ببدا يومي من قبل الفجر، كنت بقوم اصلي ركعتين قيام الليل وكده، وكنت بصلي الفجر واقرا قران وأذاكر لحد ما أروح دروسي. فكنت بروح دروسي وكده، وأدي من دروسي أذاكر دروسي أول بأول عشان ما فيش حاجة تتراكم عليا. ما شاء الله. بس فهو ده يعني طبعا التقرب من ربنا، وإن أنا ما راكمش حاجة عليا، يعني هو ده اللي خلاني أبقى في المكان اللي أنا فيه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. طب علا قولي لي، يعني إيه الدافع اللي خلاكي تقرري تغيري أو تحولي مسار دراستك، يعني قررتي أنت ما تدخليش ثانوية عامة؟ والله انا كنت حاطه التمريض في دماغي من زمان، حتى انا كنت بذاكر وكده عشان اجيب مجموع وكده، فاهلي يعني كانوا عايزين، وكان كل اللي حواليا مشجعوني ان انا ادخل تمريض، وكمان كانوا بيقولوا لي ايه، في ناس بقى ايه محبطه، ده الثانوي العام هيبقى وحش ليكي، ده مش هتستحملي مصاريفه، ده صعب، ده انت هتذاكري ياما ممكن ما تجيبيش مجموع كويس. فهو ده يعني اللي كان مخليني متجهه للتمريض اكتر. حرام عليهم والله. طبعا ربنا يوفقك. طيب قولي لنا بقى يا علا، اول ما شفت الناس وهي بتتكلم عنك على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك والمواقع الاخباريه، هل فرحتي؟ والله كنت فرحانه، بس يعني كنت مستغربه، ده خلاص الموضوع اتناسى، ايه اللي فكرهم بيها تاني؟ طيب قولي لي يا علا، يعني مين اول الناس اللي بادروا وقدموا لك المساعده واعلنوا تضامنهم معاكي؟ يعني انت اتكلمتي عن الناس اللي احبطتك. والله ما هو انا مش عايزه اتكلم عن حد معين، في ناس ياما كلمتني، بس انا قلت يا جماعه انا مش طالبه مساعده من حد، انا بس عايزه، كل اللي انا طالباه عايزه اتعلم تعليم كويس. هتتعلمي يعني تعليم كويس طبعا. ان شاء الله يا علا. ناويه تدخلي كليه ايه؟ والله ان شاء الله لو دخلت ثانوي يعني ادخل علمي وادخل طب ان شاء الله، يعني باذن الله ربنا يوفقك يا علا. يعني من دلوقتي دكتوره علا. طبعا دكتوره علا، وما تخليش حد يحبطك يا علا، انت اضرب امكانياتك، كل واحد عارف يقدر يعمل ايه، وبشويه اصرار وبشويه تعب تقدري توصلي اللي انت عايزاه. ما تخليش ابدا حد يحبطك، وخلي دايما عندك حلم عايزه توصلي له زي ما قدرتي ان انت تحققي المكانه اللي وصلت لها. بشكرك يا علا الف شكر، ويعني الف الف مبروك. طبعا كان معانا علا رفعت الاولى على الاعداديه بالبحيره، وكل التوفيق لك يا علا. وعايزين نقول انه جزء مهم جدا ومن وظيفه الاعلام اللي حصل انه يسلط الضوء على نموذج زي علا فتلاقي الدعم. كلنا كنا متضايقين في البدايه اول ما شفنا علا، وان هي مش قادره نفسها تكمل تعليمها ونفسها تدخل ثانويه عامه وتدخل كليه زي بقيه الناس، لكن هي قررت ان هي تدخل تمريض عشان تشتغل وتدرس وتساعد اهلها وتلاقي وظيفه مناسبه تقدر ان هي تصرف على نفسها كمان وتساعد اهلها. فكل اللي كانت محتاجاه هو الدعم.